بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام باسمي وباسم العصا البلدية السابقون وكل أعضاء من الشعب البلدي، أن أرحب بالحضور الكريم وعلى رأسهم السيد مفتش العام الممثل السيد والي ولي تفسيلة ورئيس الممثل رئيس المشعب الولائي وقائد ممثل قائد القطاع العسكري ممثل قائد مجموعة التقليمية ممثل رئيس الأمن الولائي ممثل رئيس الأمن الداخلي ممثل أمين المجاهدين ورئيس الدائرة وهو ممثل وسيط للجمهورية السادة المدراء التنفيذيين السادة الحضور السادة الأسرة الإعلامية جميع الضيوف الكرام المجتمع المدني بهذه المناسبة التي كرسها القانون بمنصوم الرئاسي 1901 المورخ 2/1/2019 التي هي الذكرى 53 الصادرة أول قانون البلدي بعد الاستقلال المصادف ل 18/1/2021. بلدية تمثيلة كعاد من بلدية الوطن التي تهني ذكر تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وإشراف السيد والي ولي تمثيلة، وذلك تماشي مع الاتجاهات العامة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية للمرحلة، وهذا من خلال الدور الذي تقوم به البلدية كفضاء تحل أوكار وابتكار من أجل تحسين حياة أفضل للجيل القادم والإسهام في خلق إبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية بتفعيل المنتخبين وسط المحلي وكل مكونات المجتمع بخصوص العناصر الشبانية. أشكر جميع الحضور الذي أتى من بعيد، وكذلك أشكر رؤساء البلديات السابقين التي مروا على هذه منذ 50 سنة. أنا كرئيس بلدية مع أعضاء الشعب البلدي ومع المجتمع المدني ننهض بالبلدية بالتنمية للبلد، وكذلك ننهض فريق في منطقة الظلم التي اقترحها رئيس الجمهورية في برنامجه. نقوم بعملنا الجفار، وكذلك نقول للسلطة الوصية والمركزية أن ترافقنا كبلدية على مستوى الوطني كبلدية ورأس بلديات. نحن نعاني كثير، والمطالب المجتمع المدني والمواطن نطلب للسلطة الوصية أن تمد اليد العون للمنتخبين. وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا لفضيلة الرئيس. نظر للدور الذي تقوم به الجامعة كمساهم نحيي الكلمة للاختصاص الدكتور. أدعو إلى أن يكرم السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي على مجهوداته التي يقوم بها على مستوى بلدية تمثيل. أشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة. نعلن عن اختتام الاحتفال الرسمي، كما نشكر جميع المشاركين والمساهمين من قريب ومن بعيد. الشكر الخاص للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وأعضاء المجلس الشعبي البلدي والسيد الكاتب العام للبلدية والسيد مدير المكتبة الرئيسية الذي فتح لنا الأبواب وسهل علينا هذا الكفو، عن جميع الموظفين والموظفات البلدية في إنجاح هذه الاحتفالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.